سادتي أوانيسي سادتي، الحقنا للمنطقة اللي كنا حابين نروح ليها وهي على تشاطر تشمة. يعني هادو ما تابعين الإزمير، وبعد راح نشرح لكم عليهم. راح أول شيء نروحوا الألتشاتة، هذه ألتشاتة فيها بازار إن شاء الله نلحقوا به. بيسك زوجتي ما كملش الخدمة بكري، سي بوغ سا اللي درنا شوية الغوتاغ. إن شاء الله نلحقوا على البازار ونصوروا لكم، وإذا ما لحقناش عليه كاين بلايص بزاف شابين من غير هادي. ما فيش اسمحوا لي البنات، قطعت ديريكتومون كيما نقولوا استرنا ربي. واحد المهم تفائلوا خير تجدوه، بسم الله. قلت لكم لحقنا الألتشاتة، هذه من ضمن المدن اللي تابعه الازمير، تشاشمة ألتشاتة، هادو ما كامل دي بتي فيلاج مي بزاف بزاف شابين، وبزاف فيهم يعني ناس ما شاء الله. في كل بلاصة كاين مليح دوني، مي انا نحكي لكم يعني على المستوى المعيشي تاعهم لاباس به. دوك شوفوا باغ اكزومبل، شوفوا الله الله هذوك الديور، شوفوا انتيكا شتو. خليكم مني، سي بون سي بون، خلوني نوريكم طريق. شوفوا مثلا هذو طريق اللي رانا رايحين منها، شوفوا الديور كيفاش مدايرين، كامل نفس لو ستيل. سي بوغ سا اللي حبيت انا نجي نحوس في هذه الاماكن ونديكم معايا، لانه هما هاد الاماكن بزاف سبيسيال هنا في تركيا. كيما نقولوا دوك كيفاش نفهمكم، يعني للناس للاتراك هنا السياح ما يجوش بزاف، هنايا الاتراك هما اللي يعيشوا هنايا، شغل مدن صغار شاريين الديار فيهم الاتراك وعايشين فيهم، ويجوا هما فاكونس فيهم. يعني ماشي كيما بودروم، ماشي كيما ازمير فيل، يعني اللي يجوا كسواح من كل جهه. شوفوا هذه وشحال شابه ما شاء الله، شوفوا لو تيب تاع ديار كامل كيف كيف، يعني الكونسيبت كامل كيف كيف. دوك حنايا قلت لكم دوك هاتيك انا نشوفوا في البازار باك اوردا، انا رايحين جايين البازار هذاك يعني السوق، السوق السبت السوق السبت تاعهم، نشوفوا واش فيه واش ما فيهش. مع العلم البنات اللي يحب يجي هنايا ولا كاش حاجه، هنا فيه كلش غالي، يعني هنا تجي تحوسي تشوفي ما كان له تبالغي وتحبي كش ما تشري منا ولا بيت، كلش 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 غالي. بيان سور على بالكم ديجا وين تكون. فوالا انا لحقنا حقنا البازار، راهو هنا لا راهو اوهو تلاوق الملاوق ما يبيعوا حطه، يعني بازار تاع تاع الارض وكلش ما يبيعوا فيه حطه. البنات البازار اللي قلت لكم عليه جاي بهذا الشكل يعني كما احنا نقولوا السوق نورمال، السوق يبيعوا فيه الحوايج، يبيعوا فيه كل شيء كل شيء واش تحبي تلقاي هنايا، وتلقايهم يعني باسعار معقوله باغابوغ. شوفوا زعما هذه شحال شابه، باريو يعني تاع البحر ريتو هايل، تلقى فيه كلش حتى العشاب كاين هنايا. واو جادوغ، انا نحب هاد لي شوز. واو شوفوا لي تابي شحال شابين تاع هادوما تاع ال، واو واو شوفوا هادي الزربية، خلينا نموت على لي كولوغ. شوفوا هاي شوفوا البنات. دوكا ديك جينا للكوتي تاع الخضرة، وما كنتش راح نصور لكم بعد كي شفت الجمال، قلت والله غير نصور لكم. شوفوا كيفاش الخضرة، الله الله شوفوا واو كيفاش، على بالكم واحد لافريشور واحد لودور غادي تطلع من هاد الخضرة. واو شوفوا كيفاش منظمين، قلت لكم هاد المكان تاع الزناقيل. شوفوا الجلبانة توحشتها الفول، توحشتها مزنق هذا المشافي.
تشوفوا الفول القرمون هنا بلاستو، يعني هنا بلاستو ماشي كيما في أنقرة. أنقرة ما كاين والو، ما تصيبوش هكا الفول والقرنون. اي واو شحال نحب ناكل هكا تبيخه مع الاسف. هنا منقيين الفول كل حاجه. واو شوفوا شتو هذيك القرنون شحال كبير. دوك هذيك منا من البازار هنا ينتهي، وهنا يبداو لي كافيتيريا ولي بار. عافانا الله الخمر والميسر. فوالا هنا يبداو لي كافي. هنا مشهوره ثاني هاد البلاصه بلي كافيتيريا اي تو. يتلامات هارون المام الايس كريم. واش قلتو؟ او باكيلي سوا 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 كيما يحب خاطري. صدقوا ولا ما تصدقوش، انا جادور هاد البلايص. نموت على حاجه هكا انتيكا، على حاجه ها بوكيني سادمه كنيسة ما تعميق بش ها. دوك نزيد ندور لكم تشوفوا تاع كنيسة الارمان. وعاودوا رجعوها جامع. شوفوا واو واو واو، شوفوا هذا الكشك يا اخ. كون يخلوني نعيش هنا ما نتحركش كامل. صدقوا ولا ما تصدقوش، شوفوا هذه هذه كنيسة. رجعوها كنيسة. انا وثاني كليت نهضر باللهجة تاع الاتراك. كنيسة كنيسة. ورجع جامع الحمد لله. Thank you.
تركيا عموما هي القهوة على الرمل، يعني مش على الجمر بل على الرمل. تشكر مش بولدك تشكر ederim biz yemek yeriz sonra inşallah teşekkür ederim هل يروح القهوة؟ قلت له احنا ناكلوا، انا رجلي تجاور مع ميراي نروح لهنا بيان شيوخ، تعرفوني هنا نحب الدجاج. انا رايحين عند تاوك دنياسي، يعني عالم الدجاج، فلا نفطروا ابخي نكملوا رحلتنا. ميراي بيان شيوخ قاعدة، باباها لازم يصورها. جينا قعدنا هنا بس بابا بس ها اوكي. ديار كامل قدم البنات، شوفوا واو، تحسوا واحد الروح وندي غير اكون في بلاد القبائل. شوفوا حتى لي زوتيل كاين، نفس ما شاء الله. يجيكم الإلهام هنا يا وهنا نسيت نصور لكم شوية من الداخل. شوفوا هنا يطلعوا بهذا الدرع، وجهها مقفول، مديرينها غير هكذا باش تشوفوا، سنا تشوفوا ندير الكاميرا هكذا كاش ما نشوفوا. هاي تبان شوية فوالا. ما بيوت المؤونة
كيما شفتوا الناس زدنا جينا الى مكان تاريخي واثري. هنا زمان كاين واحد زوج ثلاثه اربعه تاع اللي يخبوا فيهم اللي اسمه القمح، وكانوا هنا يخدموا الفرينه. فوالا واحد المنظر ثاني روعه روعه روعه. تشوفوا كامل هنا هذه المنطقه اللي اسمها شاشماس، تشوفوها كامله منا. ميراي راهي تلعب، ما خلاتش باباها يصورني، ما خلاتني نصورهم، عجبها الحال غير مع اللعب، مي عندها الحق. قلت خليت بروفيتي على روحها، ماشي غير تصور تصور تصور. تيتي كان ميراي هاي دايره حاله. شوفوا منا البنات المنظر كيفاش، انا صورت لكم في البدايه، شوفوا كامل كل شيء من فوق. واو دوكا هكذا نكونوا لحقنا الى اخر هذا الفيديو. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا اليوم معايا، يكون عجبكم الحال. واش راح نقول لكم، انا نسيي لو ماكسيموم بارطاجي معكم كل حاجه شابه وكل حاجه مليحه في هذا الفاكونس الصغيره. اون بلوس تانيك واش راح نقول لكم، والله ما عرفت واش نقول لكم. شغل كي خليتوا لي هذوك لي كومونتير وزهور انا في الدار، وبصح رانا نحوسوا معاك، فرحت من قلبي. وهاد المنطقه والله ننصح بها بزاف بزاف بزاف، اذا جيتوا خلوكم من هذوك تانيك المناطق هنا المشهوره لي بزاف، بيسك يكون بزاف فيهم الغاشي. تومي هنايا والله العظيم عبالكم واحد السكينه، واحد راحة البال كبيرة بزاف. يعني كي تجو هنايا بمعنى الكلمة تحسوا بالراحة. فوالا دوكا ما نطولش عليكم الهضرة، وخليكم تشوفوا هذا المنظر.